dag van, maar ik ga het wel of niet. Zo, we hebben nog een video gedaan. De video die nu om het kon helaas moest een vast lucharief. Nu om het noemen om als je listerit, listerit een vast lucharief. En dat kan zo worden bedaan. We zijn zo lekker een nog te gebeuren. Zo, en zo wordt leuk om een video vast kan gaan zoeken in serie. ولكن ما صورتش التقديم علاش حيت في الاول كنت خارجه لبلاصه اخرى ما كنتسمعوا ولا كاع نمشي نشري ولكن كان فات الوقت باش نمشي لديك البلاصه وتعطلت عليها سو ما بقيتش مشيت وانا ملي ما بقيتش مشيت وقطعت مسافه طويله قلت جيت حتى انا دونك غنمشي نشوف المول اش فيه و صدقت خسرت الفلوس وجيت ماشي خسرت الفلوس دونك انا نوريكم اش شريت وانتم حبوا ولكن قبل ما نبدا هذا الفيديو بغيتكم تشتركوا في القناه ديالنا ديال اليوتيوب وباش تنضموا لعائله قطر اوني قبل ما ننسى هذه تكون واحد الكيفوي في الفيديوهات الجايه انا وجدتها ولكن كنحاول نشوف الا كاينه شي حاجه اخرى نزيدها بديت كنوجد فيها لان بزاف الناس سولوني على الكيفوي اللي قلت لهم في اللايف سو الكيفوي كاينه ولكن وجدتها وكاينه ولكن بغيت نزيد عليها شي حوايج اخرين الفيديوهات الجاية في انتظار الفيديوهات الجاية ولا متأكدة غادي تعجبكم باش ما نحرقش عليكم الجيف واي وما نقولش لكم اش فيه حتى بقيت كنهضر غادي نقول لكم اشنو كاين فيه دونك خصني نبقى ساكتة حتى ندير الفيديو خاص ديال الجيف واي سو خلينا اليوم في الحوايج تاع اللي شريت الفصل الخريف كما قلت لكم التقديم صورته من الدار غادي نخليكم مع تصوير بعض اللقطات اللي خديتها من داخل تاع المول باش تشوفوا لي المول ديال كوريا كيفاش دايرين ومن بعد غادي نرجعوا لنفس البلاصه باش نوريكم الحوايج اللي شريت من المول Like it's a thought and she go to level we saw all day Something's gonna change 그냥 흐름에 기린 손 잡아줄게 그럼 이리 오라 나는 그런 것은 나도 몰라 처음 보는 광경 이게 도대체 뭐라 벽을 끼고 날아서 광경 말고 자셔 그 모든 진리 غادي نوريكم الاشياء اللي شريت في المول اول حاجه واهم حاجه واكثر حاجه عجبتني اللي هو هاد المونطاج كنت عارفوهم
سو شريت هاد المونطوط لانه كيعجبهم بوموني وكيجيو كيجيو انيقين في اللبسه. شريت هاد المونطوط اكيد عرفتهم. سو خديتو او هاد اللون او طويل ديال بحال كسيوة فاصلتو بحال كسيوة. اكتر حاجة عجبتني في انه في لاستيك من هنايا اللي كيعطيك ديك بحال الشكل تاع دريس تاع كسوة وفيه تام لداخل. هذا هو الشيء رقم واحد اللي شريت استعدادا لفصل الخريف. كيف كتشوفو اللون ديال فصل الخريف. دوزو حاجة أخرى. حاجة أخرى اللي هي واحد الحاجة اللي مشهورة مشهورة مؤخرا وكل شيء شراها وكل شيء كاين عنده اللي هو هاد النوع هاد النوع تاع التركويات. ما تقدرش تلبسهم تحت تي شيرت. نشوف هنا في كيلبسهم مع تي شيرت واسع اوفر سايز شيرت او لا تقدروا ديرهم مع قميجه واسعه قميجه صغيره. كل واحد كيستيلهم على حسب الشكل اللي بغا. شفت ناس لابسينهم بوحدهم ولكن كيجيني كيجيو حسن الا تلبسوا مع شي حاجه من تحت. سواء كدير شفتو في بيض كحل باش نقدر نلبسو مع مختلف الاشياء. الصو وشريت هاد الصايه هاد نفس الصايه هي في اللون تاع الخريف باش نلبسها مع لي بوت اللي كيكونوا طالعين. انا عندي بوت طالع حتى للركبه سو مع هذا ولي باك حلا هادي جو زوينين. سو خديت صايه تيرارا حتى هي اللون ديال الخريف. الصو خديت تركو عادي كحل تقدري تلوحيه فوق اي حاجه وما تقدري تلبسيه بوحدو حسب الاختيار تاع الفصل تاع البرد شويه. يعني ماشي دابا دابا ولكن فاش يدخل شويه البرد. انا دابا مازال ما دخلش البرد باش نلبسو حاجه مصوفين ولكن تا هما من الاستعدادات تاع الخريف. هو بحال هكا مصوف وكيوت. نوريكم كيجي اللبس كيوت 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 كيوت. هو شويه قصير من هنايا ولكن الا لبستي تحتو شي حاجه هادي شي هو هذاك. شريت مازال ما شريتش بزاف شريت شي حويجه صافي. شريت سراول لانه السراول ديالي عندي كلشي واحد ستيل اللي كنشري ديما اللي هما ستيل معليش تدخلوا كي ما عنديش المام جينز. لا عندي واحد المام جينز اللي ولا صغير عليا مزير عليا وما بقاش كيبان انه مام جينز. سو شريت مام جينز هاد الخطره ولكن واحد في هاد الاشياء اللي مقطع كيف كيقولوا لي. ويلا قلت لكم اول مره في التاريخ ديالي ما ديش تصدقوني نشري سروال مقطع. شري سروال مقطع واخيرا شريت هذا سروال في هذا مقطع وشريت واحد اخر اللي دا كان ضروري بما ان خديت واحد مقطع وخت لا ما يعجبنيش يعني ما لبسوش ولا شي حاجه. طبعا انا خديت واحد مقطع كان ضروري خصني ناخذ واحد سامبل اللي كان هو هذا حتى هو مام جينز ولكن هذا اللون ديالو خفيف بزاف على هذا والسامبل مقطع ما والو. سو هذا كان كلشي شريتو بالنسبه للحوايج. ندوزو للصبابط. بالنسبه للصبابط شريت واحد الصباط اللي مشهور كلكم كتعرفوه مشهورين مؤخرا. سو شريت هادو تا هما الفصل الخريف وشريت سبدلات بيضة ضروري واخا انا عندي بزاف سبدلات بيضين ولكن كنحس مع الوقت كينقص البيوضية ديالهم سو كنعاود نشري بيضة جديدة. سو شريت تاع فيلا وعجبوني بزاف حمقوني. غادي تشوفوني لابساهم في الفيديو ولكن عرفتو علاش حيت انا
في اللون جيت دابا كنت لابسه بديله بيضه اخرى، ولكن ملي شريت هادو بدلتها لهادو لبستهم ديك الساعه، شريتهم ولبستهم ديك الساعه لانني ما قدرت تعجبوني ولبستهم. سو كيف تبون ما شريت بزاف، حبيت نشارك معكم هاد شويه الاشياء اللي شريت. الفيديو اليوم غيكون قصير على ما اظن، نحاول انني ما نطولش فيه. او اش بغيت نقول لكم مازال اه ما تنساوش تتبعوا الفيديوهات الجايين، حيت كاينه غيف واي تعجبكم بزاف بزاف بزاف، اما الفيديو الجاي اما الفيديو اللي موراه حيكون غيف واي. او شنو مازال ما تنساوش تشتركوا بالقناه، ونتلاقاو في الفيديو الجاي. نحبكم بزاف،